حلقتنا اليوم مختلفة نوعا ما، راح نحكي عن عشائرنا العراقية اللي يضرب بيهم المثل بالكرم والشجاعة والمروءة والغيرة وكل شيء. بس قبل ما أبدي بالمقاطع راح أحكي قصة، هاي القصة أعتقد الأغلب سامعيها، وهي قصة الشيخ منشد آل حبيب الملقب ب معش القطارين. شنو معش القطارين؟ في ثلاثينيات القرن الماضي يقولون الشيخ منشد آل حبيب اللي هو من مواليد محافظة الناصرية اللي ترعرع بهاي المحافظة ونشأ بيها وكبر بيها، كان عنده مضيف موجود بجنوب العراق بمحافظة الناصرية أكيد، ويوجد قرب هذا المضيف محطة مال قطار تمر من يمه القطارات المتجهة إلى بغداد إلى محافظات الشمال وإلى آخره. يوم من الأيام قطارين جايات وعطلن ذن القطارين، نزلوا الركاب حتى ينتظرون إصلاح القطارين وبالنتيجة يكملون وجهتهم بعد إصلاح القطارين ويروحون للمكان اللي هم يريدون يوصلوا له. الشيخ منشد سمع انه اكو ذولا الركاب نزلوا وينتظرون اصلاح القطارين، دعاهم كلهم حتى يقعدون بمضيفة وعشاهم مثل هيجي شيخ يضرب بيه المثل، ويقولون انه بدا يضرب بيه المثل مثل حاتم الطائي بل وازيد بكرمه وسخاءه وفطرته اللي جمعت ركاب هاي القطارين وقعدوا يمه بالمضيف. توفى الشيخ منشد آل حبيب عام 1948 واندفن صحن المولى علي بن أبي طالب. قصة حلوة أو قصة واقعية، بل وهي حكاية أيضا يضرب بها المثل الشيوخ عشائرنا الأصلاء، الشيوخ عشائرنا اللي انضرب بهم المثل منذ آلاف السنوات. حضرت لكم مجموعة مقاطع لشيوخ عشائر يضرب بهم المثل في وقتنا الحاضر، بوقتنا هسه عندنا شيوخ عشائر هم رموزنا حقيقة، نرفع لهم القبعة ونخليهم على رؤوسنا من الكرم اللي شايليه ومن الشجاعة ومن الغيرة ومن صوت العقل والحكمة اللي يمتلكوها. مثلا عندنا الفيديو الأول لشيخ عشيرة ابنه انسحق أو تعرض لحادث سير على طريق كربلاء، وتدرون انتو هسه اللي يتعرض ابن الحادث سير فصل وجيب وودي وروح وهوسه ودقه وغيره وعطوه وما ادري شنو، بس هنا الشيخ اللي سواه خلى العالم صافنا. معقوله شنو اللي دا يصير؟ خلينا نشوف المقطع الاول. والله من اللحظه الاولى قلت للسيد وهو قاعد يمي بالمضيف، قلت له اني هسه تفصلني وحقي وصلني. والله شوفنا الأعزاء سادتنا الأجلاء، احنا كليتنا ما نعرف أقدارنا شنو، واني مؤمن بقدر الله، واني مؤمن انه ابني الله يرحمه هذا قدره وهذه لحظته، ومن اللحظة الأولى لا عندي أي شك انه هذا الموضوع بقضية مبيتة أو شيء آخر. فمن اللحظة الأولى نازلت عن الدعوة، لم أقم دعوة أساسا، حضور السيد عندي قداني، حقي وصلني من جد الناس في تشيع ابني، وحقي اليوم وصلني قاطات وأضعاف بهالوجوه الكريمة هاي جاية مني. أدعو من الله يستر عليكم جميعا، يحفظكم ويحفظ أولادكم ويحمي بكم شر من كل سوء جاه الحبيب محمد، وهاي جايتكم كليتها كلها كبيرة علي أني، وكبيرة على دليم، وكبيرة على الديرة والمحمودية كليتها واقفة اليوم بتعذبكم، والعراق كله مشايخه يعذبكم، واني حقي وصلني وما اقبل اي 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 فصل او اي عوض جايتكم هذه معدل. يقول انا ما اقبل اي فصل او اي تعويض، او هاي جايتكم على راسي اليوم، اهل المحموديه كلها طالعه تعذبكم، وهو ابن اللي متوفي والعشيره اللي جايه شخص من عندهم هو اللي كان سبب في موت ابنه. يعني ما اعرف شنو مقدار الثقافة اللي يمتلكها هذا الشيخ، ومقدار الكرم اللي موجود عنده اللي هو ابنه، قطعة من قلبه قال أنا ما أريد لا فصل ولا تعويض، وجايتكم هاي على راسي. إيش قد محتاجين مثل هذا الشيخ اليوم بالعراق عندنا، وهو أصلا من العراق، وهو هذا الشيخ من عشائر أو من شيوخ عشائر دليم اللي ما طلب شيء وما راد لا تعويض ولا راد فصل، مجرد جابتوا جايتكم على راسي، كنتم موجودين بالتشييع والدفن واليوم موجودين بالفاتحة، هاي جايتكم على راسي.
وانتم قمتوا بالواجب رحم الله والديكم، انا كل شيء ما اريد من عندكم. الف تحيه لكل شيوخ عشائر دليم الموجودين بالعراق على الكرم اللي عندكم وعلى الطيبه وعلى هاي الاخلاق العاليه وهاي الثقافه. من يحكي هذا الشيخ والله قلبي انفتح له، ارتاحت. انسان عاقل وعالم ويعرف شنو اللي يحكي. ابني راح توفى وهذا قدر، انتهت. انا ايقنت انه قدره وكان السبب شخص من عشيرتكم. هاي هي يعني، هو ما كان متقصد انه يضربه بالسياره ويموت ابني. قدر الله والحمد لله والشكر على كل حال. مثل هيك مقاطع المفروض تعمم وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الكل يشوف كرم العشائر، يشوف الحنكة اللي موجودة عند عشائرنا وشنو مقدار العقل اللي يمتلكوه. من هذا المقطع راح انتقل المقطع ثاني لعشيرة ثانية هم ابنه تعرض لقتل وتوفى ابنه، بس مهنانة شنو اللي طلبه؟ وهم انسان عاقل وانسان مثقف، ومن يتكلم انت ترتاح نفسيا، تشوف هذا منو، شنو اللي دا يحكي، معقوله هاي احنا عندنا هنا بالعراق. خلينا نشوف هذا المقطع. صغير يشتغل ويا علام، عمي الحق علام وعقيل راح يتعاركون. قلت له انا جاي، الله يشهد علي، طلعت حتى نعال ما برجع مفرعون كفشت سيارته ركبت عليها. بهذا الاثناء دقيت على تليفون علاو، قلت له انطيني علاو حسين، قال لي ما يمي علاو، جاي تعاتت هو عقيل بالكلام. قلت له زين انطيني عقيل، طاني عقيل الله يساعدك. قال اهلا وسهلا، ايش عندك من الصبح، شو القضيه؟ قال لي هذا ابنك مستدري وراده تجيب على اليمن. قال انا ابن عزاتي هو مر علي بسيارته مسرع وطفر علي ماي من سيارته. قلت له انا جايك هسه ابوه بخدم. مهم طلعت وصلت لقيت عقيل يمنا خلاص تاع الحج كاظم مال خسيره. هاي اكو نخل عدى السعيد والزوانات وانتم شفتوا هسه في تمر يابس، فهو شامر التمر على مود نعجاته يتمن حتى ياكل منه. وصلت العقيل، ها عقيل شنو تريده؟ قال ابنك هذا سوى كارثه بيه. شنو هو؟ قال نعجاته جاي ياكلني ومن فات طفر الماي عليه. طفر الماي على نعجاته. قلت له هسه اللي صار شنو؟ دعم طلع مكانه اربعه. قال لي لا هو لو دعم طلع حطه فوقه. هسه شنو تريده؟ قال تاخذ مني عطوه وتمشي علي. قلت له من هاي العين وهاي العين. شوفوا الاخلاق. ليش؟ شوفوا الاخلاق من هذا الشيخ. ونكب على الله ونسوي نصيب. المهم تليفون من خابرته اخذه مال علاه وخلاه بجيبه من خابره من حسين. على كل حال علاه وراح قال انت ما راضي تصرفات ابنك؟ قلت له ابني خليه ولا انت عمه؟ علاه وراح وانا رجعت انا وعقيل ويم صادق قال محمد كون يسمعني هسه. وصلنا المضيف على عبد العالي، عقيل خل اروح بس ابدل دشداشتي والبس نعالي. شنو تريد انا بخدمته؟ قال لي تاخذ عطوه وتمشي علي. قلت له من هاي العين وهاي العين. وصلت لاهلي من المسافه من عبد العالي هنا. اتار هو قشمرني بهاي الكلمه، قال لي روح ايش سوى؟ دار سيارته ولحق الحي يصنع انا ما ادري. على وامن وانا ما ادري. المهم جيت لاهلي خابرته قلت له عقيل ورا ربع ساعه. عقيل اجيب لك سيد عقيل يا ساده من البحميره حتى ترضى بي ناخذ عطوه؟ قال لي لا بعد ما يحتاج. قلت له ليش؟ طيحتك نازلت عفي اخوي. قال لي لا ابنك كان يعود لحقته اريد اتفاوض وياه بس هو الظاهر همه مؤدب فانت روح تلقى ابنك بالمستشفى. لا اله الا الله، يعني بسبب نعجات طفر عليه المي وهو دا يمشي بالسياره فقد حياته. بس هنا شيخ والده شنو كميه الصبر اللي يمتلكها انا ما ادري، او شنو كميه الحكمه والعقل والسيطره على مشاعره هم ما اعرف ايش قد عنده، ما ادري. خليني نكمل هذا الفيديو. هاي الله يشهد. الله يعطيك الصبر علي. الله يعطيك الصبر على اولادي. الحمد لله لا زودت ولا نقصت ولا كل شيء. علي من راد يدعم الطل موضوع انتهى وعلاه ومات. انا هاي الجماعة هسه وسبب اللي هذا الكلام اللي انا اقوله، امس ودع علي قائد الشرطة قال لي احنا ما سامعين واحد بهاي المناطق والعشائر الموجودة بالمحافظة انه واحد يروح يجيب الكتال ويرجع البيت. طبعا بالمناسبة رجعهم الشيخ علي زيرج موجود. قلت له بني البنات بناتي والاولاد مال العبد العالي هم اولادي واخوات خواتي وبناتي، هالشتا والمطر وين اوديهم؟ ما ينذنب يعني مما صارت مثل. شوف هنا عندما يكون صوت العقل هو الصوت الغالب، يقول هو اللي قتل ابني، انا رحت جبته وديته ببيته، لا سويت له شيء، واهله مثل ما هم ببيوتهم قاعدين، ولا سويت دقه عشائريه، ولا رحت هجمت على بيتهم، وكل شيء ماكو، هم كلهم اولادي
واهلي، مثل ما نشوف احنا بحياتنا اليوميه هسه اللي موجودين هنا، الدقه العشائريه بفلان مكان والدقه العشائريه بفلان مكان، ولو نرجع للاسباب نلقاها اسباب جدا بسيطه، يعني ما لها داعي اصلا. ايش قد محتاجين، وارجع اقولها، مثل هكذا نماذج، مثل هيك الشيوخ، المفروض مثل هيك الشيوخ يكونون هم الواجهة. بس أنا ما أعمم، أقول مثل هيك الشيوخ أكو هواية، وهواي ناس طيبة، وهواي شيوخ عندهم صوت العقل والحكمة هو صوت الغالب، بس أكو ناس هي تزعزع الوضع وهي تسوي هاي الفوضى والدقات وغيره وغيره وغيره. خلينا نشوف شنو قال بعد بالفيديو. العشائر كتال واحد والتشير 50، ما يمد عليه قائد الشرطة، قال احنا يوم الاثنين هاي اللي جاية راح نسوي مؤتمر بصدد هذا الموضوع، وانت هذا الموضوع ما حد مسويه وراح ننشره. قلت له هذا موضوع يخص، هذا الموضوع اللي ارد اقوله. اول وحدة هاي اللي زيارج، احنا بالنسبة لنا ان شاء الله هم اسم وسمعة وصيت من والنعم والنعم من عشائر آل زيارج. تقول يا بالرمح حرام، وترمت عليهم البارحة وانا من عندي. قلت اقسم بالله العلي العظيم، اي طلقة تثور من غريب من جريب من اخواني، والله الكريم يروح للرهاب وخلي دعوه باسمه واقيم علي انا. الله الله عليك. مرجعيتنا دائما تقول لا ترمون لا ترمون، لان بهذا الرمي العشوائي جاي تروح ارواح ناس هوايه. يقول اني اريد اكون اول واحد واطبق كلام المرجعيه وما تثور ولا طلقه. الكارثه هنا ابن المتوفي، ابن شنو الصبر اللي شايله وواقف بحيله ودا يحكي شنو انت؟ خلينا نكمل الفيديو. طعنا جاي ندفع ثمن الاستهداء احنا، وجاي ندفع ثمن الرمي احنا. اليوم ببنوا باشر ببناكم، فانتم كيفكم من هاي الخطوه؟ انا بالنسبه لي طلقه انتهت، ما كرمت شغله الفاتح. اقول لكم انتم الموجودين الكل خلي يسمعني، زيارج غير زيارج كيفكم بعد؟ قضيه تخصني انا. فاتحتي من الصبح الساعه بالستة بالخمسة لحد الساعه ب 11 ونص. لا 11 ونص، لا ما عندي، عندي خير من الله ولا انا بخيل، بس اريد ابدي بهاي مثل ما بدت الثمره من آل زيارج تطلع حسن من آل زيارج. بس ساعه ب 11 ونص كل واحد يروح لهله، لا طبخ ولا نفخ ولا بضيع ولا كل شيء. تحبوني وتبدون تواسوني ارجعوا لي مره ومرتين وثلاثه وهلدي. ساعه ب 12 ب 11 تروحون لاهلكم تجون العصر هلديكم، وهكذا بدت من عندي. الراضى علي بقلبه خلي يرضى، والما راضي كيف؟ والنعم والله والنعم. احنا دائما ننكر ونقول المرجعيه تقول رمي ماكو واحنا نرمي، المرجعيه تقول ذبح ماكو واحنا نذبح. تعال راح اطبق هاي الحاله، وبعد ربع ساعه خمس دقائق خلي اشبعها من عنده خلاص. هذا اللي الله يعينك. الف تحيه الشيوخ عشائر آل زيارج على هاي الشخصيه اللي عندكم، وهذا الشيخ الوقور، وهذا الشيخ اللي يتحدث حرقة قلب، واللي الشخص المتوفي قريب عليه. لا هو ابنه، لكن هو اليوم نازل عن هذا كله وخلى عنده صبر بقلبه في سبيل ينهي مثل هاي الظواهر اللي موجودة عندنا بالعراق، الدقة العشائرية وغيره والعطوة والفصل وهذا كله. ولو توفي ابنه، لا هو دا يحكي وابنه جوه يم أهله دا يودعوه حتى يروح يدفنه. يعني ما أعرف شنو أعلق على هذا الفيديو، وما أعرف شلون أوصف هذا الرجل وعلى كمية الصبر اللي يمتلكها وواقف على رجليه زين، ويقول اني كتال ابني وديته قعدته بالبيت. عم نروح مرجعيتنا تقول لا ترمون واحنا نرمي، مرجعيتنا تقول لا تذبحون واحنا نذبح، فاحنا شو وقت نمشي بالكلام اللي تقول عليه المرجعية؟ خلي اكون اني اول من يخطو هاي الخطوة، واني اول من يبادر احنا عشائر آل زيارج. وتحية حب واجلال واكبار من قلبي إلك يا شيخنا، ما أعرف شنو أقول. من هذا الشيخ الوقور، شيخ من شيوخ عشائر آل زيارج، ننتقل للمقطع جديد شوية، نبتعد عن العشائر ونشوف هاي التجربة اللي سواها يوتيوبر سوري بدولة أوروبية، والصدفة هنا كانت بالتجربة شخص أو مرأة عراقية، هو ما يدري عراقية لكن شاءت الأقدار أنه تكون بالتجربة عراقية. برأيكم شنو اللي صار؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. بس اسألك سؤال على السريع، من وين حضرتك؟ من سوريا؟ لا من العراق. اهلا بيكم، اهل العراق، اهل الكرم والنخوة. خالتي كيف رمضان معك؟ ان شاء الله سهل. الحمد لله الله يسلمك يا رب. قصدك بشغله بهالشهر الفضيل هذا. خالتي بس لازم لنا كيلو بندوره وكيلو خيار للسلطه، ربي بيكتب لك الاجر والثواب. انتوا وين عايشين هنا؟ انا عايش بس الجوب سنتر وقف علي هذا الشهر، وعم برجع على البيت يعني عم
حاول قد ما اقدر يعني اعيش باللي بقدر عليه. خالتي ما بدي مصاري، صلي على النبي، ما بدي مصاري، بس جيبي لي كيلو خيار نمشي مع بعض، كيلو خيار وكيلو بندوره، ما احتاج الا هيك. شوف انا ما فكرت يعني انت شنو ليش تطلب من عندي فلوس، انا ابد ما فكرت، افترت تطلع فلوس من جوزدان حتى تطي، قالها بس محتاج فلوس اني، جيبي لي انت كيلو خيار وكيلو طماطه بندوره. قلت لها لا هاي فلوس روح اشتري. خلي نشوف شنو اللي صار بعد بهذا الفيديو. ربي يبارك فيك ويوفقك. لا انا ما انا مو شحاد والله يا خالتي، ربي يبارك فيك. والله امي ربي يبارك فيك. انا والله بس وقعت علي ظروف صعبه، الله بيعلم فيها يا خالتي. هاي انت اشتري. لا والله لا والله خالتي، لا والله لا والله ما اقبل. لا والله انت مثل ابني، والله ما اقبل، والله صعب علي، ما تقبل علي. حبيبي والله انت اشتري بالك، تعرف الكميه اللي تريدها، شيء تريداني ما اعرف. الله تقول لي يعني انا اعطيك فلوس انت اشتري الكميه اللي تريدها، النوع اللي تريده، سجوز انا ما ادري انت شنو اللي تريده، انا اللي علي انت تريد شغله راح اعطيك فلوسها، اعطيك حقها، وانت روح اشتري اللي تريده، ما بيها شيء. قلها انا مو شحال، انا مو مجدي. لا حبيبي مالك شغل، احنا عراقيين، احنا كرمنا وغيرتنا تسبقنا من نمشي، احنا ما عليك انت اخذ روح اشتري. خلينا نشوف شنو صار بعد بالفيديو. ما بدي تفكري انا شحال يا خالتي. الله يوفقك يا خالتي. والله الله يوفقك. وهي قلبها ووجهها يضحك وفرحانه، هو صافي. شنو ده؟ ثواني ثواني، انا مو محتاج بندوره او خيار، انا اسمي زاهر، عندي قناه على اليوتيوب، نحن كنا عم نصور تجربه اجتماعيه. هاي خليها معك، ربي يبارك فيك ويوفقك على هالاخلاق الحلوه هاي. حبيبي والله علمي، والله ما اشتري لك يعني، جوز اجيب لك شيء ما يعجبك. والله كانه امي واقفه قدامي. ربي يبارك فيك ويوفقك. شكرا. سالنا اكثر من حدا، ما رديوا يعطونا ولا رديوا يساعدوني. بارك الله فيكم اهل العراق. على فكره عراقيه من بغداد. والنعم من اهل بغداد. حبيبي الله يحفظكم ونعمكم. نحن هذا الشيء كثير من قدره يا خالتي، وانا اذا اليوم كنت معتاز ممكن انت تعتازه بكره، يمكن اي حدا ثاني. وهذا اسمه رمضان شهر الخير. يعني ليش قلت لك انت عايش هنا؟ يعني انه انت عايش هنا شنو يعني؟ صعب الواحد يعدون اكل هون يعني. يعني شلون انت معناتك عندك فرح. ربي يبارك فيك ويوفقك، ممنونك انا. شكرا كثير خالتي. نعم صاحبنا السؤال ظل صافن، يقول انا هوايه جو من الناس سالتهم انهم طوني، ما حد عبرني وما حد قال لي، بس من اجيتي انت مباشره قلت لك اني محتاج يا خاله، وتطلعتي عراقيه بالصدفه مباشره، افتريتي انت تعطيني فلوس. يعني هاي احنا اخلاق العراقيين وكرمهم وغيرتهم، مو بس بالعراق، حتى من يروحون الخارج العراق نفس الغيره ونفس الكرم ونفس الاخلاق ونفس الطيبه، كلها نفس الشيء. عراقي ويشوفوه منك من بعيد مبين ذاك عراقي، الغيره هي الصيح للناس، غيره العراقي مبينه. ظل صافن صاحبنا يقول شنو الفيلم. ما يدري شنو اللي يسوي. خلينا نشوف نهاية الفيديو شنو قال. يا عمي والله أهل العراق غير، أهل العراق غير، لا تقولوا لي فدوا لقلكم. أنا عامد تعطيني مصاري من جيبتها والله العظيم. هذه الطيبة اللي دائما إحنا ما نتكلم عنها، والغير العراقية اللي موجودة عند الطفل وعند الرجل الكبير وعند الشاب وعند المرأة وعند أمهاتنا العراقيات اللي هن ربنا على الغيرة. إحنا أول ما إجينا رضعنا الغيرة رضاعة، فهاي غيرتنا وهاي غيرة العراقي، وهذا كرم العراقي، وهاي الأخلاق اللي يمتلكها العراقي. وراح أقول لك إياها وين ما كان، إذا كان بالعراق فهي هاي غيرته، والعراقيين كلهم هيج، وإذا كان بدولة خارج العراق نفس أخلاقه ونفس كرمه، يجوز بعد أزيد، خصوصا من يشوف إنسان محتاج راح يبادر، ومن ينطيه من حب، ينطيه من طيبة، ينطيه وهو راضي، ينطيه وهو فرحان. هاي خصلة وميزة راح تلقاها بس يم العراقي. من هذا المقطع راح انتقل المقطع آخر لأبطال الدفاع المدني العراقي، وهم ينقضون. خلي أكمل لكم الفيديو، أو خلي نبدي بالفيديو نشوف هنا شنو اللي سووا، شنو اللي حققوه، شنو اللي نقضوا دول أبطال الدفاع المدني. بس تحلى غافل وسام سي علي قال خليته ماي هاي
ايش مال الاسامي؟ شوفوا مجموعه هاي الزلم اللي واقفه ابطالنا بالدفاع المدني اللي تشوف هسه من نشوف قد ما تبادر بذهنك هاي هوسه شنو هذا طفل واقع بالمجاري مثلا بالبلوعه لو شنو هنا جماعتنا وابطالنا دينقذون بزونه هاي الروح عندهم اي شخص اي كائن حي محتاج المساعده راح تلقانا اول ناس واقفين بالصف الاول احنا نساعده بزونه ما اعرف شنو تدخلها بالبلوعه الدنيا محترقه كلهم واقفين حتى ينقذون هاي البزونه فهذا هذا درس لكل العالم العراقي هو ملك الرحمة وهو ملك الغيرة وهو ملك الطيبة وأول إنسان يبادر في المساعدة ويقدم المساعدة إحنا مرات نشوف إنسان محتاج مساعدة بس يتردد إنه يطلب المساعدة لا إحنا بس نشوفه محتاج مساعدة راح نساعده مباشرة بدون أن يطلبها هو هذا العراقي خلينا نشوف نكمل الفيديو بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآل محمد نشكر أخوة الدفاع المدني على هذا إنجازهم هاي بتونة حالقة بالبور صار 3 أيام بلا أكل ولا شرب وتبكي مثل الإنسان هذول الإنسان الأبطال إخواننا في الدفاع المدني حيا الله ملوك الإنسانية أبطالنا بالدفاع المدني اللي تلقاهم موجودين شو وقت ما تريد مباشرة بس تنخاهم بس تتصل على الرقم المخصص إلهم راح يجوك وهم فرحانين نساتوا إذا تشوفون الفيديو كلهم فرحانين ويضحكون ومبتسمين حققوا إنجاز نقذوا كائن حي أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هاي شيمة العراقي وهاي أخلاق العراقي وهاي الرحمة اللي موجودة بقلب كل عراقي من هذا المقطع ننتقل لمقطع آخر لشيخ عشيرة آخر هم ابنه توفى أو مات بحادث وهم ما راد فصل شنو الفيلم شنو اللي دا يصير أنا دا أعرض لكم نماذج لشيوخ عشائر وصلاء لشيوخ عشائر عندهم صوت الحكمة والعقل هو الصوت الغالب هو الصوت الأعلى عندهم إنه أني شيخ عشيرة من أكون أنا شيخ عشيرة إذا العالم كلها تباوع لي لازم خطواتي مدروسة لازم كلامي مدروس لازم قراراتي مدروسة شنو اللي أسوي العالم راح تحكم علي خلي نشوف هذا الشخص اللي توفى ابنه شنو اللي طلبه من العشيرة اللي الشخص من عندهم هو اللي قام بقتل ابنه شنو اللي راده من عندهم أو شنو اللي طلبه خلي نشوف هذا الفيديو عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ارحب بكم واهلا وسهلا بكم على عين على راسي اخوتي وعمامي غانمين وسالمين. وعشائر محترمه لها معزه وتقدير عندنا شانها شان باقي العشائر العربيه والعراقيه بصوره خاصه. اللي تفضلوا بي اخوتي وعمامي انا ما احيد عنهم هم سننتهم لكن يسمحوا لي هالمره انه اتجاوز على حقهم لان هو الولد ابنهم. فعلا ابن العشيرة نعم الشيء الآخر هو تعرفون الموضوع يعني ما يعوض شيء كلام راقي يقول يعني هو الابن إذا راح يعوضه فصل شنو اللي يعوضه وراح ما يتعوض شو راح انتهى هنا من يتحدث وهو بحرقة قلب وابن اللي رايح ويقول ماكو شيء يعوض مكانه لا فصل ولا حتى أي شيء ممكن يجبرون خاطرنا به ابني راح انتهى الموضوع بعد يا فصل هنا راح توقف على كلمات اللي راح يتكلمهن وعلى الأخلاق اللي شايلها وعلى كرمة والعزة النفس اللي شايلها ما قبل بأي شيء خلي نكمل الفيديو يا الرسول صلى الله عليه وسلم رغم النبي هو مصطفى اختاره الله لكن لما فقد إبراهيم عليه السلام قال له إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون ولا نقول ما يغضب الرب إنا الله منا يراجع الله يديك الصبر الإمام الحسين عليه السلام لما وقع علي الأكبر فقد صبر لما يقول له أبا عليك من السلام يروح عكس اتجاه الصوت إلى الرقية يقول له أبا الصوت من هذه الناحية وتدمع علي الأكبر فتعذرون على يعني مشاعرنا وعلى الموضوع حقك لكن ابني مو أحسن من أسلافنا أو أسلافكم أو أبنائنا الآخرين أو أبنائكم سواء كان اللي ضحوا بأنفسهم
عبقري بن عبقري بالعاجل في معارك ضد الإرهاب، أو أولاد عمومتنا وفخرنا بيت المبرقع، أو أبناء عشيرتنا، أو أخو عمي أبو خضير، أو ابن عمي جاسم، أو أخو عبد الواحد، أو بيت سيد نور والعشار كافة. فإحنا بالنسبة هذا الإجراء اللي صار والإجراء العرفي اللي الغاية من عنده هو كإجراء رادع للإنسان يكون يعني متروي وورع خلال تعامله مع الآخرين مع أرواح الآخرين. فأنا بالنسبة للدية اللي اتفقتوا عليها هي طايحة لوجه الله تعالى. يقول الدية طايحة لوجه الله تعالى ودموعه نزلت كل شيء ما اريد، وبدا يذكر الامام الحسين وعبد الله الرضيع. ايش قد محتاجين مثل هاي النماذج اليوم بالعراق؟ اكرر ايش قد محتاجيها، ايش قد محتاجين مثل هذا الصوت، صوت العقل. هذا درس يدرس، وهذا نموذج يحتذى به ويكون مضرب امثال لكل العراقيين. الف تحيه من القلب لهذا الشخص ولهاي العشيره اللي هي صدق مضرب امثال. خلينا نشوف بالنهايه شنو قال له؟ انا الله يديك الصبر وسلم. انت اخلص للساده، نعم صل على محمد وال محمد. الساده والعشائر المنقوله، اولا اشكرك شكرا جزيلا. هذا شيخ اسود شيخ البعيسي من العامريه. الله يعطيك الصبر والسلوان. امين. جزاك الله خير. بس اكو نظام بالعشائر، يرفعون الفصل ويقولون اكو جبره لمو الوليد ينطونها، فهاي ما تلغيها كلها، ما يصير. أنا أشكرك شيخنا الكريم وأشكر آل بعيسى اللي تربطنا بهم علاقة خاصة. حتى هاي الجبر هم زيان كرمانة إيش مشكلتك هاي؟ واصل. ولا حتى الجبرة واصلة وما محتاج من عندكم كل شيء، جيتوا ما قصرتوا وحضرتوا، لكن أنا حتى الجبرة واصلة، ماكو شيء يقدر يعوضني مكان ابني اللي راح، لا جبرة ولا فصل ولا غيره. إيش قد ما أريد أوصف هذا الرجل راح أقصر بوصفه. الفيديو هو اللي حكاه، وهو اللي يتكلم، وهو اللي يبين تفاصيل، وهو اللي يتنازل عن الفصل، كله واضح بهذا الفيديو، ما يحتاج له أي تعليق. مقاطعنا اليوم كانت عراقية بامتياز، وكل حلقة راح نجيب مقاطع صناعة محلية عراقية بس بالعراق. عراقنا بعده بخير. مثل هاي المقاطع اكو بعد آلاف مؤلفة جزء ما شفناها ما انتبهنا لها. هذا اللي شفناه اليوم. انتظروني بحلقة جديدة ومقاطع عراقية الطق بالقاع، وبرنامج بس بالعراق. تحياتي.